مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. بالنسبة لسؤال الزميل منور، الأجواء دافية خلال فترة النهار وتصل درجات الحرارة خلال فترة النهار ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية، لكن الأجواء لا زالت شتوية خلال فترات المساء وأيضا خلال الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة إلى الآن ما بين 10 درجات إلى 17 درجة مئوية، لكن أيضا مع استمرار الهواء الشمالي الغربي درجات الحرارة المحسوسة لا زالت منخفضة وأقل من ذلك بحول درجتين إلى 3 درجات مئوية على معظم المناطق البرية. الأجواء الحالية أجواء لا زالت دافية وتصل حاليا درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية وتنخفض نوعا ما عن هذه المعدلات على بعض المناطق الساحلية وداخل البحر. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة، ومتوقع أن الرياح الشمالية الغربية راح تستمر معنا في مساء هذا اليوم، أيضا راح تستمر خفيفة إلى معتدل السرعة 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، لكن أيضا فرص تشكل الضباب الخفيف واردة على بعض المناطق، راح نوافيكم بإذن الله في تفاصيل أكثر عنها خلال نشرة التاسعة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة، سماء صافية خالية من السحب مع رياح شمالية حاليا تصل سرعتها إلى 3 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 23%، والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت تبين لنا أن أجواء كانت صافية بشكل عام وخالية من السحب، ومتوقع أن هذه الأجواء راح تستمر معنا حتى بداية يوم الأثنين. أما بالنسبة للطقس المتوقع خلال يوم الغد، صباح يوم الغد أجواء راح تكون مشمسة، سماء صافية خالية من السحب، مع أيضا أجواء راح تكون مائلة للبرودة، ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 10 درجات إلى 17 درجة مئوية، والإحساس بالبرودة راح يكون أقل من ذلك. منتصف يوم الغد أجواء دافية مع استمرار الأجواء المشمسة والسماء الصافية اللي خالية من السحب، درجات الحرارة المتوقعة في منتصف يوم الغد قد تصل ما بين 23 إلى 29 درجة مئوية. الطقس المائل للبرودة راح يرجع معانا في مساء يوم الغد، وقد تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 13 إلى 18 درجة مئوية، وأيضا هناك فرص لتشكل بعض الضباب الخفيف أيضا في مساء يوم الغد، وقد يصاحب تراجع وتدني نسبي في مدى الرؤية الأفقية. الأجواء البحرية بشكل عام البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، ولازلنا في فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماي قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 5:08، شروق الشمس الساعة 6:28، وموعد أذان المغرب الساعة 5:36. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، استمرار الأجواء المشمسة مع سماء صافية خالية من السحب في يوم الغد، مع استمرار أيضا الهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، أجواء راح تكون دافية خلال فترة النهار، العظمى المتوقعة 28، أما الصغرى المتوقعة قد تصل إلى 10 درجات مئوية، راح تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح جنوبية شرقية راح تكون ملحوظة أكثر في يوم الأثنين، مع استمرارها خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، ومع تحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية راح نلاحظ تكون تدريجي للسحب في بعض المناطق العظمى 30 والصغرى 10 درجات مئوية، وأيضا مع تحول الهواء إلى رياح جنوبية شرقية راح نلاحظ ارتفاع نسبي في نسب الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، وقد تصل إلى أكثر من 75%. الهواء الكوس راح ينشط في يوم الثلاثاء 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، ومعه هناك فرص لبعض الغبار المثار على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة، العظمى 33 والصغرى 12 درجة مئوية. راح ينشط معنا الهواء الجنوبي الشرقي أكثر في يوم الأربعاء 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وفرص الغبار أيضا واردة وأيضا مصحوبة بفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق، العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية. الهواء الجنوبي الشرقي ما راح يستمر وايد، راح تبدي تتحول مرة ثانية الرياح إلى رياح شمالية غربية مع نهاية نهار يوم الأربعاء، وراح تكون ملحوظة أكثر في يوم الخميس مع استمرار ظهور السحب المتفرقة على معظم المناطق واستمرار أيضا فرص الغبار على بعض المناطق، العظمى المتوقعة يوم الخميس 31، أما الصغرى 14 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، ونعود بكم إلى الزملاء في الجانب الآخر من الاستديو لكن بعد قليل.